أننا مستمرون في الخطة الأمنية دون توقف. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. في العناوين: الجيش يعلن العثور على مواد متفجرة بعد مداهمة في فنيدق، وداعش بعد أحرار السنة تتبنى تفجير الروشي. بعد لقاءات في باريس مع الوزراء العرب، كاري يصل إلى الرياض لمناقشة الأزمتين العراقية والسورية وملف إيران النووي. السيستاني يدعو لتسمية رئيس للحكومة العراقية قبل الثلاثاء، وهيج يشدد من أربيل على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. في النشرة تتابعون: في الاقتصاد، شراكة بين إدارة الرجي ومعهد باسل في ليحان المالي ومنح جوائز للمزارعين. في الرياضة، الجزائر تتأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني من كأس العالم، وفرحة عارمة في أنحاء العالم العربي. بقي الملف الأمني موضع متابعة من قبل الأجهزة المعنية التي تواصل التحقيقات، لا سيما في التفجير الانتحاري في فندق ديروي في الروشي، مع تكشف المزيد من التفاصيل عن أهداف الانتحاريين المتورطين فيه. وبينما تبنى تنظيم داعش ولاية القلمون التفجير المذكور بعد 48 ساعة على إعلان ما يسمى تنظيم أحرار السنة مسؤوليته عن العملية، سجلت حركة أمنية لافتة في الشمال، حيث اتخذت إجراءات أمنية مشددة حول السراي الحكومي في عكار وحول المساجد، وتقاطعت الطرقات الرئيسة. تزامن ذلك مع إعلان قيادة الجيش العثور على مواد متفجرة وأخرى تستعمل في تجهيز الأحزمة الناسفة بعد مداهمة في فنيدق. بعد لواء أحرار أهل السنة بعلبك، تبنى تنظيم آخر يدعى ولاية دمشق القلمون التابع للدولة الإسلامية في العراق والشام داعش التفجير الانتحاري الذي حصل في فندق ديروي في الروشي مساء الأربعاء. واعتبر التنظيم في أول تغريدة له على تويتر أن التفجير يستهدف مجموعة أمنية تابعة للأمن العام الموالي لمن وصفه بحزب الشيطان على ما جاء في البيان. هذا التبني المزدوج يفتح الباب على واقع طفرة المجموعات المتطرفة التي تظهر فجأة الرأي العام معلنة تبنيها تفجيرات وعمليات انتحارية من خلال العالم الافتراضي. وسط هذه الأجواء، نشرت عدة صحف تسريبات من التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع الموقوفين في تفجير الروشي، جاء فيها أن الانتحاريين اللذين ضبطا في فندق ديروي كانا يحضران لتفجير مطعم الساحة الملاصق لمستشفى رسول الأعظم في الضاحية الجنوبية. وأشارت المصادر لأن الخطة كانت تقضي بأن يفجر الانتحاري الأول نفسه داخل المطعم على أن يدخل الانتحاري الآخر بعد تجمهر المواطنين، بما يضمن وقوع عدد أكبر من الضحايا، لافتة إلى أن الموقوف الذي يجري التحقيق معه وضع العملية بإطار الصراع الذي تخوضه المجموعات الإرهابية مع حزب الله والبيئة الحاضنة له. أمنيا أيضا، قطع الجيش الطريق المؤدية إلى كورنيش المزرعة محيط جامع جمال عبد الناصر لبعض الوقت إثر الاشتباه بحقيبة قرب أحد مكبات النفايات، وقد تبين بعد كشف الخبير العسكري عليها أنها خالية من المتفجرات. بالانتقال إلى عكار، أعلنت قيادة الجيش أن قوة دهمت قطعة أرض عائدة للموقوف محمود خالد في بلدة فنيدق، حيث عثرت على كمية من المواد المتفجرة وقذائف الهاون والحشوات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الكرات المعدنية التي تستعمل في تجهيز الأحزمة الناسفة، وقد تم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص للإجراء اللازم. في عكار أيضا، اتخذت إجراءات أمنية مشددة حول السراي الحكومي في حلبة وعند المساجد الرئيسية والتقاطعات والطرق التي تشهد حركة سير الناشطة، وتم استخدام الكلاب البوليسية في عمليات التفتيش. وفي صيدا، نفى المفتي الشيخ سليم سوسان ما تردد عن مداهمة مسجد الزعتري، وقال سوسان للمستقبل أن لا صحة لما يشاع عن مداهمة المسجد المذكور، مؤكدا أن الأمر اقتصر على التحقق من حقيبة تم الاشتباه بها ولم يعثر بداخلها على شيء. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري اعتبر أن جهوزية الأمن والتضامن بين اللبنانيين كفيلان بمواجهة الإرهاب، وأكد الحريري تمسك تيار المستقبل بملء الفراغ الرئاسي. اعتبر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن موجة الإرهاب هي نتيجة لتدخل حزب الله في سوريا والعراق. كلام الحريري جاء خلال حفل عشاء تكريمي لراعي الأبرشية المارونية في أستراليا ونيوزيلندا المطران أنطوان طرباي، الذي يقوم بزيارة إلى لبنان. فما نشهده اليوم
من موجة الإرهاب التي ضربت منطقتنا وبدأت تتسلل إلينا، ما هو إلا نتيجة لتدخل حزب الله في سوريا ومن ثم في العراق. والدليل على ذلك أن موجة التفجيرات الانتحارية الأولى التي وقعت في لبنان بدأت بعد انخراط الحزب في الحرب السورية لا قبله، وأن الموجة الأخيرة التي شهدنا فصلا جديدا منها أمس انطلقت بعد بضعة أيام من كشف النقاب عن استعداد قوات حزب الله للانخراط في معارك العراق. في أي حال، فإن جهوزية الأجهزة الأمنية العالية من جهة، وتضامن اللبنانيين في وجه التطرف من جهة ثانية، كفيلان بمواجهة الإرهاب العابر للحدود في وطن سمته الاعتدال وقدره أن يكون أكثر من وطن، أن يكون رسالة، كما قال قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني. الحريري تطرق إلى الانتخابات الرئاسية وقال إن تيار المستقبل متمسك بوضع حد للشغور الرئاسي. فنحن كتيار مستقبل وكواحد من أبناء هذه العائلة نعلنها بالفم الملآن أننا لن نقبل أن نبقى عائلة بلا أب، أو جسدا بلا رأس، أو سفينة بلا قبطان، ونحن متمسكون بوضع حد للشغور في الموقع الرئيس المسيح الوحيد من سواحل الهند إلى شواطئ المغرب. كما كانت كلمة للمطران طرباي وللرئيس تحرير جريدة النهار الأسترالية أنور حرب. كم يسعدني ويشرفني أن أكون هنا وأجتمع مع إخوة لي في الإنسانية، نحمل معا راية الاعتدال والانفتاح، وهم أيضا شركاء في الوطن، وطن الأحرار والشهداء. وفي الختام سلم أحمد الحريري المطران طرباي هدية تذكارية عربون محبة وتقدير. مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار دعا إلى الالتزام بقيم المحبة والتسامح والابتعاد عن التقاتل، وعلق الشعار على رسالة التعميم التي نشرت في بلدية طرابلس لعدم مجاهرة غير الصائمين بتناول الطعام، فأكد أن هذا التعميم لا يلزم أحدا، مشددا على أن لا نية لأحد بإقامة دولة دينية في لبنان. كلام الشعار ورد في رسالة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. إسرائيل هذا العدو الذي لا يختلف عليه اثنان من العقلاء ومن الأحرار، كل ما يحدث في عالمنا العربي من تقاتل إنما يصب في مصلحة هذا العدو. من أجل ذلك فإني أكرر المناشدة إلى جميع مرجعياتنا الإسلامية والمسيحية والسنية والشيعية أن يسارعوا إلى عقد مؤتمر حتى نلتقي على كلمة سواء، كلمة الخير، كلمة السلام، كلمة المحبة، كلمة العيش المشترك. فأنا لا أدعو إلى مؤتمر تأسيسي على الإطلاق، وإنما أدعو إلى تطبيق الطائف الذي يحفظ لكل اللبنانيين حقوقهم وحريتهم وكرامتهم. أما ما له علاقة بالخلية التي تم القبض عليها في القلمون، الحق أقول أنه لا علم لي حتى الآن من أي جهة أمنية، لم أبلغ شيئا عن ذلك، لكن نحن نعلن دائما أننا مع الدولة، أننا مع الجيش، أننا مع قوى الأمن، أننا مع السلام، أن الدولة لا يجوز أن يكون فيها سلاح واحد إلا سلاح الدولة، وأن سلاح المقاومة ينبغي أن يبقى في الجنوب بمواجهة إسرائيل، ولا يجوز أن يتحرك من الجنوب على الإطلاق. انتخاب رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون الأولوية الأولى في لبنان. أنا أناشد إخواني الذين يمثلون هذا الشعب
النواب من سائر الطوائف وخاصة الممتنعين عن الحضور في مجلس النواب أن يبادروا للحضور وأن يقدموا مصلحة لبنان على أي مصلحة حزبية أو سياسية أو شخصية. التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل. أجرى رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيور اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، تم خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في العراق وسبل الخروج من المأزق الحالي. وعرض السنيور لعلاوي وجهة نظر كتلة المستقبل حول أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق تضم كل الأطراف العراقية والتطلع نحو الحوار والتلاقي بين الجميع لإعادة جمع المكونات العراقية الوطنية لتخطي الأزمة الراهنة. الرئيس السنيور استقبل بعد ذلك السفير الروسي في لبنان ألكساندر زاسبكين، وكان عرض للأوضاع العامة. جدد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي دعوته لانتخاب رئيس للجمهورية. وقال الراعي في افتتاح الجمعية العمومية للمؤسسة المارونية للانتشار في بكركي: علينا أن نرفع الصلاة في لبنان أكثر فأكثر كي يحب المسؤولون لبنان ومؤسساته وشعبه ويخرجون من الأزمات العظيمة التي تتفاقم، لسيما الأزمة السياسية بدءا من الفراغ في سدة الرئاسة وأزمة الحكومة والبرلمان والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. بحث وزير الخارجية جبران باسيل مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومع السفيرين السوري والإيراني الاستحقاق الرئاسي وأزمة النازحين السوريين. الانتخابات الرئاسية وكيفية إنجاز الاستحقاق في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى موضوع النازحين السوريين، كانت محاور بحث في اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث استقبل السفير الإيراني الجديد محمد فتح علي الذي أكد أن الانتخابات الرئاسية هي استحقاق لبناني. وكما تعرفون فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي عناية خاصة للمحافظة على سيادة لبنان وهدوئه وأمنه واستقراره. من جهة أخرى، بحث باسيل مع السفير السوري أوضاع النازحين السوريين في لبنان وكيفية تسوية أوضاعهم. الخطة العملية قائمة، نحن تخاطبنا من أجل إعفاء من لديهم أعباء إقامة وضرائب، بعضهم لا يملك قوت يومه لكي يدفع هذه الأمور، وسوريا رحبت وما تزال وستبقى، والعلاقة الأخوية بين البلدين نحن نحرص عليها أشد الحرص، وحل هذه المشكلة لا تتم بالاتهامات. كذلك بحث باسيل مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في آخر التطورات على صعيدي الانتخابات الرئاسية وكيفية مساعدة لبنان لمواجهة أزمة النازحين. غيب الموت عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل حلو بعد صراع مع المرض، وقد نعى الحلو كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون ونقابة المحامين ورابطة الحلو وعائلة الفقيد. وسيشيع الحلو في مسقط رأسه جزين يوم غد السبت، على أن تقبل التعازي اليوم وغدا وبعد غد في صالون كنيسة مارمارون في جزين، ويومي الاثنين والثلاثاء في كنيسة سيدة الحبشية في غزير. أصيب رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل بتشعر في عظمة رجله اليسرى أثناء ممارسته الرياضة، مما استدعى نقله إلى مستشفى أوتيل ديو وفق ما أعلنت إدارة المستشفى، مشيرة إلى أن الجميل تلقى العلاج المناسب وبحالة جيدة وسيغادر المستشفى اليوم. تتابعون بعد الفاصل. الجيش الحر يسيطر على مواقع استراتيجية جديدة في ريف حما. في ظل رفض رئيس الحكومة العراقية نور المالك التنحي من منصبه، دعا المرجع الشيعي السيد علي السيستاني إلى تسمية رئيس للوزراء قبل الاجتماع الأول لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل. أما وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ فاستبعد من أربيل أي تدخل عسكري لبلاده في العراق، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. ساعة واحدة فقط يبعد مسلحو العشائر العراقية عن العاصمة بغداد، فاستيلاؤهم على بلدة منصورية الجبل في محافظة ديالى فتحت الطريق أمامهم باتجاه العاصمة.
الناطق الرسمي باسم المسلحين أبو عبد النعيمي أكد لصحيفة الشرق الأوسط أن المقاتلين ينتظرون ساعة الصفر لدخول بغداد من محورين هما صلاح الدين شمالا وأبو غريب غربا. ومع استمرار المعارك على أكثر من محور أسقط المسلحون طائرة مروحية في مدينة تكريت، فيما سيطر الجيش العراقي على جامعة تكريت بعد عملية إنزال. وسط هذه الأجواء أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن وصول 50 فردا إضافيا من قوات العمليات الخاصة إلى بغداد لدعم القوات العراقية في التصدي للمسلحين. وتزامنت هذه الأحداث مع زيارة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني إلى كركوك، حيث أكد أن السلطات الكردية مستعدة إذا اضطر الأمر لجلب كل قواتها إلى المدينة بهدف الحفاظ عليها. التدهور الأمني الذي يشهده العراق كان مدار بحث بين وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ مع المسؤولين الأكراد في محافظة أربيل، ومن هناك أكد أن بلاده لا تخطط لأي تدخل عسكري في العراق ولا يحق لها اختيار اسم لرئاسة الحكومة الجديدة. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيجري محادثات تتناول الأوضاع في المنطقة، لا سيما التطورات الراهنة على الساحتين السورية والعراقية، بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني. وقبيل زيارته إلى الرياض، التقى كيري في باريس نظراءه السعودي والأردني والإماراتي الذين عبروا عن مخاوفهم من القيادة الحالية في العراق. أما كيري فحض السعودية والأردن والإمارات على بذل قصارى جهدها لتشجيع العراق على تشكيل حكومة لا تقصي أحداً. للمزيد عن الوضع في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والمحلل السياسي مؤيد جبير. أستاذ مؤيد، ماذا تعني دعوة السيستاني لتسمية رئيس للوزراء بوجه رفض المالكي الاستقالة؟ نعم، في الحقيقة يعني لطالما كان المرجع الديني آية الله السيستاني دورا إيجابيا، هو بمثابة الموجه الروحي لكل السياسيين العراقيين، هو يحاول دائما أن يخفف من شدة التوترات داخل المشهد السياسي العراقي والسوري، لأن هذه الدعوة تأتي في إطار التفهم الكبير لطبيعة المشهد السياسي المعقد، حيث اليوم هناك اعتراضات كبيرة على وجود السيد المالكي من قبل أطراف سياسية عديدة من المكون السني والمكون الكردي، إضافة حتى على خصوم سياسي للسيد المالكي من داخل المكون الشيعي. وبالتالي أن هذا التفهم يأتي في هذا الإطار من أجل لملمة الأمور داخل العراق، لأن ما يعيشه العراق في الحقيقة أمور صعبة ومعقدة جدا، وبحاجة إلى عقلانية دينية وسياسية توجه وترشد هذا الحراك الحاصل في العراق. نعم. في المقابل هناك تحركات دبلوماسية أيضا لقراءة أو لبحث الأزمة العراقية. الغرب يتحدث عن ضرورة حكومة وحدة وطنية، ماذا تقول في هذه ماذا تقرأ في هذا الموضوع؟ يعني في الحقيقة هذه خطوة إيجابية من المجتمع الدولي وبالأخص من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا، على اعتبار أن طيلة الثمان سنوات الماضية لاحظت وراقبت هذه الدول بأنه مسار العملية السياسية في العراق لا يسير بالاتجاه الصحيح. هناك إخفاق في الأداء السياسي للحكومة العراقية. رئيس الوزراء العراقي المالكي شخصت عليه كثير من نقاط الضعف في أدائه السياسي، ولم يكن قادرا فعلا أن يستوعب ولا أن يفتح على المخالفين السياسيين لمنهجه في الحكومة. مارس منهجا إقصائيا حقيقيا تجاه الشركاء، وبالأخص تجاه الكرد وتجاه العرب السنة، وحتى تجاه بعض خصومه السياسيين. وأصبح واضحا ومعروفا أنه رجل غير قادر على إدارة البلد لأربع سنوات القادمة. هذه الدعوة هي نوع من توجيه ضغط سياسي دولي على السيد المالكي ولو بشكل غير مباشر. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها لا تريد أن تتدخل في موضوع اختيار الشخصية التي من الممكن أن تخلف السيد المالكي، ولكنها بالتأكيد لديها قنوات عديدة للضغط على السيد المالكي وإقناعه بضرورة التنحي أو فتح المجال لشخصية أخرى تتولى رئاسة الوزراء وتكون قادرة على استيعاب الاختلافات وجهات النظر المختلفة في العراق، وقادرة حقيقة أن تواجه هذه التحديات في العراق اليوم على شفا. نعم. أستاذ مؤيد جبير الكاتب والمحلل السياسي من العراق، شكرا جزيلا لك. في سوريا سيطر الجيش الحر على مواقع استراتيجية جديدة في ريف حماة، في حين أغار الطيران الأسدي بالبراميل المتفجرة
على حلب ودرعا وريف دمشق، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا. هذا ونظمت المعارضة السورية تظاهرات حشدة اليوم حملت شعارا هذه الجمعة: حزب الاتحاد الديمقراطي إجرام كإجرام البعث. رغم المعارك العنيفة مع كتائب الأسد في ريف حماة، واصل الجيش السوري الحر تقدمه نحو المحاور الأمامية. الحر سيطر على حاجز شيزر سيرياتيل في ريف حماة الغربي، وعلى حاجز كازية الخالد الواقع بين صوران ومورك، ما أدى إلى سقوط عدد من الشبيحة بين قتيل وجريح. وفي حمص الصامدة واصلت كتائب الأسد قصف أحياء تلبيسة والغنت والرستن وسط مواجهات في حي الوعر. وتزامنت المواجهات مع قصف بالقنابل الفراغية على جوبر وحي تشرين والقابون، كما سقطت قذيفة على نادي الثورة في حي القصاع في العاصمة دمشق. القصف امتد إلى الريف الدمشقي، وتواصل سقوط صواريخ أرض أرض على مدينة كفر بطنة، وتعرضت داري المحاصرة والزبداني والمليحة إلى قصف عشوائي، وسجل قتال في محيط بلدة سعسع. الله أكبر، طيران المروحي. البراميل المتفجرة انهارت على بعض الأحياء في الجنوب، وتحديدا على بلدة نوى في ريف درعا. إلى اللاذقية وتحت وابل من القصف العشوائي، واصل الجيش الحر استهداف مقرات الشبيحة في مصيف سلمة. وشنت المروحيات بالبراميل المتفجرة غارات على جبل الزاوية في ريف إدلب. وعلى وقع القصف على دير الزور وريفه، تجدد القتال بين الثوار ومسلحي داعش الذين نكسوا المبايعة مع جبهة النصرة. كما كثف سلاح الجو في الجيش الأسدي غاراته على الأحياء المحررة في حلب، وسجلت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في حي بستان الباشا ومحيط سجن حلب المركزي. الأوضاع الميدانية لم تمنع السوريين من تلبية دعوة المعارضة للمشاركة في التظاهرات الأسبوعية، والتي حملت شعارا هذه الجمعة: حزب الاتحاد الديمقراطي إجرام كإجرام البعث. رفض المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر قرار حله من قبل رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمي، واصفا القرار بالمسيس. سلسلة قرارات إدارية أصدرها رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمي حل خلالها المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر. طعمي أحال أعضاء المجلس إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق معهم، وقرر إقالة رئيس هيئة الأركان العميد عبد الإله البشير، وكلف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة. وتضمن القرار أيضا دعوة القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سوريا إلى تشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه. أما رد مجلس القيادة العسكرية العليا في الجيش السوري الحر فجاء سريعا، وطالب الائتلاف الوطني السوري بمحاسبة رئيس الحكومة المؤقتة فورا، وذكر بأن تأسيس المجلس في نهاية العام 2012 جاء بالتوازي مع تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أي أنه سابق لتشكيل الحكومة ويعتبر أعلى سلطة عسكرية في الثورة السورية. وأكد أن مصادر عن رئيس الحكومة يعتبر خطأ قانونيا جسيما يستوجب المحاسبة، وأن قرار إقالة رئيس الأركان أو حل المجلس الأعلى ليس من صلاحيات رئيس الحكومة بل من صلاحيات المجلس ذاته. هذا وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى العقيد قاسم سعد الدين أنه إذا حجب الائتلاف الثقة عن طعمي فسوف نشكل حكومة من الداخل، ونعتبر المعارضة متآمرة على الثورة لأنه ينفذ أجندات. وأكد أن قرار طعمي غير قانوني ومسيس ويخدم بشار الأسد في هذه المرحلة. وشكلت الحكومة المؤقتة التابعة للإئتلاف نهاية العام الماضي، وتتخذ من مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا مقرا مؤقتا لها، وتعمل على تأمين الخدمات المختلفة لسكان المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام من خلال الدعم الدولي الذي يصلها. جرح 6 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة حامل إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية باتجاه منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تزامنا أعلنت إسرائيل اسمي 2 من نشطاء حركة حماس، هما مروان قواسمة وعامر أبو عيشة، بوصفهما المشتبه بهما الرئيسيين في اختفاء 3 إسرائيليين في 12 من تموز الحالي. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا
بإعفاء الأمير نواف بن فيصل بن فهد من منصب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بناء على طلبه وتعيين الأمير عبد الله بن مساعد بدلا منه. وقعت أوكرانيا وجورجيا ومولدوفيا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في خطوة رفضتها روسيا وحذرت من عواقبها الخطيرة. خطوة جديدة نحو الاندماج مع الاتحاد الأوروبي للجمهوريات السوفيتية السابقة الثلاث أوكرانيا ومولدوفيا وجورجيا أتت من خلال توقيع اتفاق الشراكة التي تسعى من خلاله تلك الدول الثلاث إلى التقرب من أوروبا رغم الضغوط الروسية. فقد اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إرغام أوكرانيا على الاختيار بين روسيا والاتحاد الأوروبي قادها إلى التقسيم، وقال إن ما وصفه بالانقلاب غير الدستوري في كييف ومحاولات فرض خيار مصطنع على الشعب بين أوروبا وروسيا دفع بالمجتمع نحو الانقسام ومواجهة داخلية مؤلمة. الاتفاق الذي وقع خلال القمة الأوروبية في بروكسل يأتي على خلفية الأزمة في أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا، وهو يفتح صفحة التبادل الحر ويشكل المرحلة الأولى من مسيرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أيضا يشكل بدء مرحلة طويلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. من جهته قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن الاتفاق يتوج 7 سنوات من الجهود وينطبق على كامل أوكرانيا بما فيه شبه جزيرة القرم. وفيما أجمع الأطراف الأربعة على الإشادة بهذا اليوم العظيم بالنسبة لأوروبا، حذر نائب وزير الخارجية الروسية غريغوري كاراسين من أن توقيع هذا الاتفاق ستكون له عواقب خطيرة. كشف تقرير جديد بشأن الطائرة الماليزية المفقودة أن ركابها وأفراد طاقمها ماتوا اختناقا على الأرجح وأنها سقطت في البحر بواسطة الطيار الألي. وتوصل مجلس سلامة النقل في أستراليا في التقرير إلى هذا الاستنتاج بعد مقارنة كل الظروف والاحتمالات على متن الطائرة بكوارث أخرى سابقة، رغم أنه لم يظهر أي دليل جديد على سبب اختفاء الطائرة. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. رسالة أمل مع انطلاق مهرجانات بيت الدين وفانوس رمضان يرحب بالشهر الفضيل. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان تابعتم فيها. الجيش يعلن العثور على مواد متفجرة بعد مداهمة في فنيدق، وداعش بعد أحرار السرنة تتبنى تفجير الروشي. بعد لقاءات في باريس مع الوزراء العرب، كيري يصل إلى الرياض لمناقشة الأزمتين العراقية والسورية وملف إيران النووي. السيستاني يدعو لتسمية رئيس للحكومة العراقية قبل الثلاثاء، وهيج يشدد من أربيل على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. صدح صوت السيدة ماجدة الرومي حرية خلال افتتاح مهرجانات بيت الدين لهذا العام. تقرير منير الربيع. المساء يغمر البلاد لرئيس غائب غنت السيدة ماجدة الرومي. بقي ناقصا مهرجان بيت الدين، كرسي الرئاسة فارغا ومناجاة رأس الدولة كان في الوجدان. هو الفن والفرح في مواجهة الإرهاب، لذلك أصرت لجنة المهرجان على إطلاق فعاليته. إيمان بدور لبنان وأهمية دور لبنان الثقافي والسياحي والحضاري، واستمرينا رغم الصعوبات اللي واجهناها مدة سنين. نحن بعدنا على إيماننا، نحن بنعتقد أنه نحن لازم نكفي، نحن لازم نستمر، نحن وبقية المهرجانات. بنقول إرادة الحياة، بنقول لبنان الحياة اللي هو كان شعارنا ولا يزال لهالموسم الصيفي في مواجهة الإرهاب. هذا محل نلتقي كلنا فيه تنبسط من كل مناطق لبنان، وهيدا وجه لبنان الحضاري لإلنا 29 سنة عم جرب نفرشيه من خلال بيت الدين. صدح صوت الرومي في حفلة الافتتاح وتمايل المستمعون على أوتار عذبها. عبر الفن هناك فنانين أصيلين في لبنان أعطوا الثورة وأعطوا العالم العربي وأعطوا الحرية الكثير. نأمل أن يعودوا دائما ويظل الربيع العربي مشرقا للحرية، ونحن عم نواجه بالفن وبالثقافة، وهذا وجه لبنان اللي بدنا نعطيه لكل العالم. للربيع العربي كانت الحصة الأكبر. أطلقت الرومي أغنية جديدة لها من كتابة الشاعر طلال حيدر تحاكي حراك الشعوب، ومنها قبس للحرية، حيث تقول: ما تقول طول هالليل قول بكرة جاي نهار، إذا الظلم بيربح جولة الحرية قدر الأحرار.
أضاءت بلدية بيروت فانوس رمضان في وسط بيروت ترحيبا بقدوم الشهر الفضيل. كما في كل عام ومع إطلالة شهر رمضان المبارك، أضاءت بلدية بيروت فانوس رمضان الذي يرمز إلى شعلة النور التي تحمل الإيمان إلى القلوب. الفانوس إلى جانب رمزيته العالية فهو حامل الذكرى التي تعود بنا إلى الأيام الغابرة، يوم كان الفانوس هو الضوء المتجول في شوارع الحارات وهو الذي يهدي السبيل في الأيام المظلمة. رئيس بلدية بيروت بلال حمد أشار إلى أن فانوس رمضان هو جزء من تراث بيروت الجميل، داعيا الجميع إلى التكاتف لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومواجهة الإرهاب. اليوم نحن عم نحتفل بإضاءة الفانوس، عم نستقبل شهر رمضان، شهر التقوى، شهر التسامح، شهر المحبة، ودعوة للسياسيين يكون في توافق وقريبا ننتخب رئيس جمهورية جديد. نحتفل مع بعض بانطلاق الأمن والأمان لأهل بيروت واللبنانيين اللي شبعوا تفرقة وشبعوا دمار وشبعوا إرهاب. نحن لسنا إرهابيين، مسلمين ومسيحيين، هذه مش ثقافتنا ومش حضارتنا. حمد أكد أن بلدية بيروت أمينة على تراث المدينة وتسعى دائما لتطوير كل ما من شأنه أن يحفظ لبيروت هويتها الثقافية والدينية المتعددة. النائب هي الحريري هنأت اللبنانيين بقدوم شهر رمضان المبارك ودعتهم إلى زيارة مدينة صيدا التي ستكون مليئة بالأنشطة الرمضانية هذا العام. رمضان صيدا هذا العام مليء بالعديد من الأنشطة الحيوية والعروض، هكذا تريده السيدة بهية الحريري للبنانيين الذين هنأتهم بقدوم الشهر الكريم. الحريري وخلال اجتماع تحضيري لاستقبال الشهر الفضيل معلنة أن المدينة ستكون في احتفالية مستمرة لتقديمها كمدينة رمضانية بامتياز على كافة الصعد. وحول الوضع الأمني قالت السيدة الحريري: صحيح أن الناس قلق مما شهده لبنان مؤخرا من تفجيرات وأن الوضع مقلق للجميع، لكن نحن تعودنا العمل في ظروف غير طبيعية، والشعب اللبناني معروف عنه بإرادته العالية للحياة في كل المحطات الصعبة التي مررنا بها، وهو تواق للأمن والاستقرار وإلى التلاقي مع بعضه في كل المناطق، وخاصة صيدا مدينة التنوع والعيش الواحد، والتي نعرف أنها مدينة مقصودة في شهر رمضان، وهذا ما يجب أن نشجعه وندعو أهلنا خارج صيدا وفي الجنوب وفي جزين وفي الجبل وفي بيروت إلى أن يزوروا صيدا خلال هذا الشهر، لأن المدينة بكافة مؤسساتها ومرافقها تتحضر لاستقبالهم. هذا وارتدت صيدا حلتها الرمضانية، حيث تزينت شوارعها بالزينة الرمضانية والمجسمات من وحي المناسبة. تم تخريج طلاب العام 2014 في مدرسة الليسي عبد القادر برعاية السيدة نازك رفيق الحريري. برعاية رئيسة مؤسسة رفيق الحريري السيدة نازك رفيق الحريري ممثلة بالسيدة هدى بهيج طبارة، أقيم حفل تخريج طلاب العام 2014 في حرم اللساء عبد القادر في البطريركية. وحضر الحفل ممثل الرئيس سعد الحريري، النائب محمد قباني، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والتربوية والدبلوماسية. بما يرمز إليه هذا الحفل من قطاف يتوج العديد من سنوات الزرع القيمي والأكاديمي والتربوي، وفي مبادرتها الكريمة هذه تراهن السيدة نازك على أن جميع تلامذة اللساء عبد القادر قادرون على تمييز الأبعاد الحقيقية للحرية التي يتمتعون بها بين جدران هذه المدرسة العريقة. وبعدها وزعت الشهادات على الخريجين. تكريم رئيس الجمعية اللبنانية الهولندية للأعمال محمد سنو لمناسبة نيله وسام الأرز الوطني. في احتفال أقيم في قصر سرسوق وبرعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير الاقتصاد ألا حكيم، كرمت الجمعية اللبنانية الهولندية للأعمال رئيسها محمد سنو لمناسبة نيله وسام الأرز الوطني من الرئيس ميشيل سليمان. الاحتفال حضره النائب عمار حوري ممثلا الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والنواب وشخصيات دينية وأمنية واقتصادية. وهنا يجدر الذكر أن تعزيز العلاقات الدولية
يجب أن يكون مكللاً بوضع أمني سليم ومشروطاً بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. تضافر الجهود لتجنيب لبنان الانعكاسات الحتمية لما يجري حوله، وهذا الأمر يستوجب تفعيل المؤسسات الدستورية بدءا من رأس الهرم، أي بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم انتخاب مجلس نيابي، الأمر الذي يستدعي تحريك السلطة الإجرائية دون المساس بصلاحية رئيس مجلس الوزراء. كما كانت كلمة لأمين سر الجمعية اللبنانية الهولندية للأعمال جوزيف حلبي، تحدثت عن التعاون بين لبنان وهولندا، وكلمة ترحيبية من الزميلة ناهد يوسف. في الاقتصاد بعد الفاصل: الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني. الصفحة الاقتصادية نتابعها مع باسل الخطيب. باسل تفضل. شكرا لينا، أهلا بكم. افتتح وزير المالية علي حسن خليل قاعة التدريب المهني والتقني المستحدثة في إدارة حصر الطبق والتنباك في الحدث. وزير المالية علي حسن خليل قال إن ما تتم رؤيته اليوم هو تعزيز حتى الدورات التدريبية في المراكز الإقليمية، ما يدفع باتجاه التركيز على تنمية المناطق وتعزيز الشراكة مع المزارع والتاجر. أما مدير عام الرجي نصيف سقلاوي فقال إن الرجي هي أول مؤسسة عامة لديها مصلحة موارد بشرية وليست مصلحة شؤون إجراء، مشيرا إلى أن افتتاح قاعة التدريب المهني والتقني هو بمثابة وضع حجر الأساس لتحقيق المنظومة الشاملة من خلال ترسيخ ثقافة التعلم المستمر في الرجي. نظمت مجموعة زين للاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تدير شركة تاتش في لبنان، ورشة عمل تندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة حول الابتكار والإبداع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك في فندق فور سيزن بيروت. رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة تاتش وسيم منصور قال إن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز فرص دعم الطاقات المحلية وزيادة فرص العمل والحد من الهجرة. كما قال الرئيس التنفيذي لمجموعة زين سكوت جيغنهايمر إن زين تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. وألقى وزير الاتصالات بطرس حرب الضوء على الخطوات الجريئة التي طالت القطاع عبر تخفيض الأسعار وتحسين شروط الخدمة وضبط الإنفاق وإيقاف الهدر في مدة لا تتجاوز 3 أشهر. في بورصة بيروت تراجع سوليدار آ 1.33 إلى $13.33، واستقر سوليدار بي عند $13.31، واستقر عودي تفضيلي فئة هي عند $100 وبيبلوس عند $60. أما بيبلوس تفضيلي فئة 2008 فبقي عند $101، واستقر اليورو عند $36. أما الذهب فارتفع قليلا إلى $1321 للأونصة ليقترب من أعلى مستوى له في شهرين، وبدأ في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع تضرر الدولار بسبب بيانات ضعيفة بشأن إنفاق المستهلكين في أمريكا. أنفق الأمير تشارلز نحو $433,000 من أجل السفر لحضور جنازة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا في شهر كانون الأول الماضي، وذلك وفقا لما جاء في تقرير يوضح كيفية استخدام التمويل الحكومي السنوي للعائلة المالكة في بريطانيا. وبلغ الإنفاق الرسمي لأفراد العائلة المالكة في العام المالي المنتهي في 31 آذار نحو $61 مليون، مرتفعا بنسبة 5.7% بارتفاع $3 مليون عما تم إنفاقه في العام المالي السابق. حذرت فرنسا من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، وقالت على موقع وزارة الخارجية الفرنسية إن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان أراض تحتلها إسرائيل منذ العام 67، وإن المستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي. ونبهت فرنسا في المذكرة من المخاطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى خلافات محتملة مرتبطة بالأرض والمياه والموارد المعدنية ومخاطر متعلقة بالسمعة، وطلبت من المواطنين والمؤسسات الذين ينوون القيام بأنشطة اقتصادية أو مالية في المستوطنات الإسرائيلية أن يستعينوا باستشارة قانونية قبل البدء بها. هذا كل شيء في الاقتصاد، إلى اللقاء. وبعد الفاصل في الرياضة: الرياضي يسلم الرئيس سلام كأس بطولة لبنان لكرة السلة.
الرياضة نتابعها مع صبحي قبلاوي. تفضل صبحي. شكرا لينا. مرحبا، أخبار الرياضة من تلفزيون المستقبل المنوع اليوم. كأس عالم والإنجاز التاريخي للمنتخب الجزائري وزيارة النادي الرياضي بطل لبنان إلى الرئيس تمام سلام وغيرها من الأخبار، ولكن البداية تكون مع الإنجاز الجزائري. إذن بإنجاز تاريخي لممثل العرب الوحيد بالمونديال، المنتخب الجزائري تمكن أسود الصحراء من التعادل مع روسيا، وهذا الشيء كان كافي للتأهل للدور الثاني للمرة الأولى بتاريخ الجزائر. وكمان بهالنتيجة خرج المنتخب الروسي من كأس العالم من الدور الأول، فرحة جنونية بالشارع الجزائري. رح أترككم مع الصور اللي هي بتعبر أكثر عن كل شيء. ومحليا استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بالسراي الحكومي وفد من النادي الرياضي ضم عدد من اللاعبين والجهاز الفني واعضاء مجلس الاداره. وترأس الوفد رئيس النادي هشام الجارودي. وتسلم الرئيس سلام من كابتن النادي الرياضي جان عبد النور كأس بطوله لبنان للموسم الحالي اللي كان الرياضي احرز بفوزه على الحكمه من اسبوعين. وبدردشه مع الوفد قال الرئيس سلام انه بيشعر بالفخر لما يتحدث عن النادي الرياضي، لأنه مثال على العيش المشترك وقدوة بالحفاظ على الأخلاق ومدرسة لتخريج الأبطال، وهيدا مطلوب بلبنان بالوقت يلي الطائفية عم تنخر بالبلد وبوقت صعب جدا. رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي تحدث للصحفيين بعد زيارة الرئيس تمام سلام. حقيقة كانت زيارة كريمة ومشرفة لنا، لأنه نعتز لحنا دائما بصداقة ونصائح وأبوة رئيسنا الفخري اللي يتابع معنا بالنادي الرياضي لأكثر من ربع قرن، فكانت زيارة ضرورية، وإن شاء الله النادي الرياضي بيتابع بطولاته دائما بانتصارات عديدة، ولأنه نحن منؤمن بالمشاركة وباللعب النظيفة، وأن يكون دائما الرياضة أساس التربية الأخلاقية لكل اللاعبين في لبنان. لهم نوصل لختام الرياضة لبعد الظهر، شكرا لكم وإلى اللقاء. في الختام يبقى التذكير بعناوين هذه النشرة. الجيش يعلن العثور على مواد متفجرة بعد مداهمة في فنيدق، وداعش بعد أحرار السنة تتبنى تفجير الروشي. بعد لقاءات في باريس مع الوزراء العرب، كاري يصل إلى الرياض لمناقشة الأزمتين العراقية والسورية وملف إيران النووي. السيستاني يدعو لتسمية رئيس للحكومة العراقية قبل الثلاثاء، وهيج يشدد من أربيل على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. تابعتم في الاقتصاد شراكة بين إدارة الريجي ومعهد باسل فليحان المالي لتطوير الموظفين. وفي الرياضة، الجزائر تتأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني من كأس العالم، وفرحة عارمة في أنحاء العالم العربي. شكرا لحسن متابعتكم، هذه النشرة، بقية أوقات طيبة، إلى اللقاء. أننا مستمرون في الخطة الأمنية دون توقف.